بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة مشروع كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كنت بتدور على مشروع منزلي مربح وسهل التشغيل وسريع الربح، مشروع النهاردة من المشاريع المنزلية اللي بتعتمد على ماكينة صغيرة. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنوضح شيء من التفصيل، نتكلم على المشروع وكيفية تنفيذه مع توضيح كافة متطلبات العمل والإنتاج وكيفية البيع، كما هنوضح الأرباح والتكاليف. لكن قبل ما نتكلم على فيديو النهاردة، أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو في أي استفسار بترسلنا في التعليقات وما تبخلش علينا باللايك للفيديو. مشروع هذا ان شاء الله من المشاريع الجيده جدا في هذه الايام، لان المنتج اللي احنا بنبيعه او بننتجه منتج عليه طلب كبير جدا، ومنتج سعره غالي جدا، وفي المقابل الماكينه اللي انت بتستعملها في هذا المشروع او بتستخدمها في انتاج منتج النهارده ماكينات مش عاليه، وماكينات في منها انتاجيات مختلفه وفي اسعار مختلفه. مشروع النهارده ان شاء الله هو مشروع اله استخلاص الزيوت من البذور في المنزل بربح ممتاز. مشروع النهارده من المشاريع السهله جدا واللي عليه طلب كتير. زي ما حضراتكم شايفين الماكينه حجمها صغير جدا، يعني ممكن ان انت تنفذه في اي مكان، سواء في البيت او في اي مكان صغير خارج البيت. اله استخلاص الزيوت دي عباره عن اله ليها القدره على استخراج الزيوت من البذور المختلفه بدرجه عاليه من الدقه والنقاء، بعدين بيتم تعبئتها في زجاجات بسعات تتراوح من 50 ملي الى 1 لتر. نتكلم في البدايه على موقع مساحه المشروع. المشروع زي ما حضراتكم شايفين الماكينه صغيره، مش بيتطلب منك المساحه كبيره، كل اللي انت بتحتاجه مساحه تتمثل في غرفه منزليه ليتم العمل والانتاج من خلالها. كمان بتراعي انه لا يتم استغلال هذه الغرفه لاي اغراض اخرى، دي غرفه خاصه بالمشروع. كمان بيراعى اغلاق كافه النوافذ اثناء العمل، لان ده طبعا بيضر بالبذور والزيوت المنتجه. في هنا ملاحظه مهمه جدا، لو حبيت ترخص هذا المشروع، من شروط ترخيص مصانع استخراج الزيوت ان المساحه لا تقل عن 150 متر مربع. عشان كده لازم تدور على مكان بنفس هذه المساحه، ده لو حبيت تعمل ترخيص. لكن زي ما قلنا المشروع بماكينه صغيره، وممكن جدا ان انت تعمل مشروع في اي غرفه منزليه. نتكلم على الماكينه النهارده. ماكينه النهارده عباره عن اله صغيره، حجمها طول 43 سم وعرضها 17.5 سم وارتفاعها 18.5. طبعا ابعاد صغيره وماكينه صغيره، مصنوعه من الفولاذ المقاوم للصدى، بتعمل على كهرباء المنزل 220 فولت، لا تحتاج لجهد اعلى من كده. اللي بيميزها انها بتحصر الزيوت على البارد، وده افضل من ناحيه جوده الانتاج. المشروع بتاع النهارده زي ما قلت لك سلعه رئيسيه ومحدش يقدر يستغني عنها. وعشان نقدر نشتغل في الزيوت لازم تعرف ايه هي انواع الزيوت. عندنا ثلاث انواع من الزيوت موجودين في السوق المصري حاليا او السوق العربي بوجه عام. النوع الاول من الزيوت هو زيت الخليط اللي موجود في السوق بشكل كبير، وده بيستخدم في الالي بجميع انواعه. الزيت ده عباره عن خليط من زيوت خام بنسبه 30% مضاف ل 60 او 70% زيوت تانية زي زيت الصويا وزيت الاولين وزيت الكتان. طبعا ده بيبقى اقل سعر من الزيوت التانية. عندنا النوع التاني وهو زيت عباد الشمس او زيت الدوار الشمس، وده برضو بيكون عليه طلب كويس. النوع التالت هو زيت الذرة، وده بيكون برضو عليه طلب معين. عندنا الاوزان المنتشرة في السوق، في اللتر وفي مناطق فيها 750 ملي وفي 850 ملي. طبعا السوائل بتتقاس بالملي. طبعا بمرور الوقت ومع شهرة المشروع هتلاقي في عملاء كتير، من بينهم اللي بيطلب كميات كبيره ومنهم بيطلب التوريد باستمرار. طبعا زي ما قلت لك في الحاله دي انت بتحتاج طاقه انتاجيه اعلى، وفي كمان الارباح المشروع بتزيد معاك. عندنا الاوزان المنتشره في السوق، في اللتر وفي مناطق فيها 750 ملي وفي 850 ملي. طبعا السوائل بتتقاس بالملي، ال 1000 ملي بيساوي حوالي 950 جرام تقريبا، يعني متقارب من الكيلو. لكن عموما الاوزان اللي هي بتبقى عليها طلب كتير، ال 1 لتر 750 ملي، دول اكتر وزنين بيبقى عليهم طلب في تعبئه الزيوت. لو جينا اتكلمنا على اسعار الماكينات والطاقه الانتاجيه لكل ماكينه، عندنا في اكتر من نوع من الماكينات. قدام حضراتكم في الفيديو عرضنا نوعين، وفي غير خط الانتاج الاوتوماتيك. طبعا احنا بنركز على الماكينات الصغيره كبدايه للمشروع. اول نوع من الماكينات الانتاجيه طاقه انتاجيه 3 كيلو في الساعه، ودي سعرها بيتراوح في حدود 10000 جنيه مصري. الماكينه الثانيه طاقه انتاجيه 8 كيلو في الساعه، ودي سعرها يتراوح حوالي 19000 جنيه مصري. الماكينه الثالثه طاقه انتاجيه 18 كيلو في الساعه، ودي سعرها حوالي 55000 جنيه.
كده عندنا ثلاث انواع من الماكينات ممكن تبدا بيهم زي ما تحب في بدايه المشروع. وبعد كده طبعا في خطوط الانتاجيه الاوتوماتيك اللي احنا عرضناها في الفيديو في مرحله تنمية الفيديو. وزي ما قلنا الماكينه بتشتغل على كهرباء المنزل العاديه 220 فولت. الاماكن اللي احنا ممكن نوزع فيها زي ما قلنا محلات الزيوت والتجميل والعطاره، بتطلب الزيوت بكميات كبيره، زيوت البيور. وطبعا احنا زي ما قلنا ان الماكينه من اهم مميزاتها ان هي بتطلع الزيت زيت بيور خالي من اي شوائب وخالي من اي اضافات. الحاجة التانية عندنا محلات وشركات العطور، ودي برضو حاجة مهمة جدا ان العطور المنتج الرئيسي عندها الزيوت. في صناعة العطور بيحتاجوه بكميات كبيرة الزيوت البيور. الحاجة التالتة شركات تصنيع ادوات التجميل. الرابعة التسويق زي ما قلنا اونلاين باعلان ممول، وده مهم جدا في الوقت الحالي. التسويق من النوع ده ليه اثر كبير واثر ايجابي في تسويق المنتجات بشكل سريع. كمان شركات الادوية، عندنا ادوية كتير وكريمات ومنتجات طبية كتير بيستخدم فيها زيوت البيور. طبعا انت ممكن تروج للمنتج بهذه الطريقة. انواع الزيوت المطلوبة في السوق المحلي او سوق التصدير عندنا اكتر من نوع. عندنا زيت حبة البركة وزيت جوز الهند وزيت السمسم واللوز، وطبعا زيت الزيتون وزيت الخردل وزيت الجرجير. وطبعا لو دخلت في المجال وانت بتشوف هتعرف ايه المطلوب في السوق، اكتر نوع مطلوب في السوق تبدأ تشتغل عليه. بتكون فكرة الماكينة واساس فكرة عمل الماكينة ان احنا بنضع البذور النباتية من الاعلى، بعدين بتقوم الماكينة بعصرها ويتم استقبال الزيوت في اناء مخصص زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. وعلى هذه الاناء مصفاة لتصفية الزيت من بقايا البذور. كمان بيتم استقبال الفضلات اللي هي البذور المعصورة من جهة اخرى. ممكن تجمع هذه البذور المعصورة وتبيعها كعلف الحيوانات لانها تحتوي على نسبة بروتين مرتفعة. طبعا احنا هذه برضو ليها ميزة ان انت المادة الخام بتاعتك البذور اللي انت هتعمل منها وتستخلص منها الزيوت بتنتج لك زيوت ومادة خام اخرى لبيعها كعلف للحيوان زي ما قلنا ان هي فيها نسبة بروتين مرتفعة. في هنا ملاحظة مهمة جدا ان سعر الآلة على موقع علي اكسبريس في حدود من 250 الى 350 دولار حسب مواصفات كل ماكينة. طبعا ده سعر الشراء فقط بدون اسعار الشحن والجمارك. عشان كده لازم تسأل على اسعار الشحن من الصين الى بلدك سواء كنت موجود في مصر او خارج مصر. كمان تسأل على نسبة الجمارك اللي انت هتدفعها في الجمارك، بتدي المواصفات لاي مخلص جمركي وبيسألك على بالنسبة لي الشحن والجمارك كام. ده طبعا عشان تصل الى رقم مؤكد حول سعر الاجمالي للماكينة لو اشتريتها من موقع علي اكسبريس. هسيب لحضراتكم رابط في اسفل الفيديو ممكن تضغط عليه وتشوف الماكينة المناسبة ليك. ممكن كمان تبحث عليها محليا عند في شركات متخصصه في بيع هذه الماكينات. لو لقيتها بسعر اعلى نسبيا ممكن تشتريها من موقع علي اكسبريس من بائع يكون موثوق، والانتظار بيكون في حوالي 50 يوم عشان توصل لك الماكينه. بالنسبه للماكينه ماكينه استخلاص الزيوت، طبعا الماكينات بتختلف في المواصفات، لكن ماكينه اللي هنطلع نتكلم عليها وهي ليها قدره انتاجيه من 3 الى 6 كيلو في الساعه. لكن من الافضل ان لك كصاحب مشروع جديد انك بتعمل في البدايه على استخلاص الزيوت الاقل تكلفه واللي عليها طلب كتير. طبعا مع مرور الوقت لما تكسب عملاء محددين واكتساب خبره في المشروع وشهره ممكن انت تنتج ليهم انواع كتير جدا من الزيوت باسعار مختلفه. في برضه هنا ملاحظه مهمه، لو حبيت برضه ترخص المشروع وتمتلك علامه تجاريه خاصه في هذا المشروع فالاله الصغيره دي في هذه الحاله مش هتكون كافيه. ممكن انت تستعين بآله اكبر بانتاجيه تصل الى 800 لتر في اليوم الواحد او اكتر. ده طبعا لو انت حبيت انك ترخص او تعمل علامه تجاريه لنفسك. بالنسبه لتعبئه الزيوت بيتم تعبئه الكميات المنتجه من الزيوت في براميل صغيره من السل ستيل، ويفضل تخصيص براميل لكل نوع من الزيوت وكتابه الاسم عليه عشان طبعا ده اتفاديا للخطا. كمان بنركب لكل برميل حنفيه وصنبور، ده طبعا لسهوله عمليه التعبئه في الزجاجات. كمان بيراعى اختيار زجاجات معتمه لتعبئه الزيوت بها عشان ما تتاثرش بالضوء وتفقد ميزتها. بالنسبه للتسويق والمبيعات، ودي حاجه مهمه جدا في مشروع النهارده، ممكن تسوي منتجات مشروعك من خلال الدعايه والاعلان والتسويق الشخصي للافراد والمحلات في محيط مشروعك. كمان ممكن تبيع من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، ودي حاجه مهمه جدا، تعمل صفحه على الفيس او على
تويتر او انستجرام، وتبدا ان انت مع مرور الوقت ومع صفحات التواصل الاجتماعي تعمل شهره لمشروعك، ومع الوقت بتكسب عملاء كتير وبتزود الطاقه الانتاجيه وبالتالي بتزيد ارباح المشروع. لازم تعمل دراسه جدوى وتشوف انت هتشتغل في ايه. عندك انواع من الزيوت، انواع كتير جدا، فحاول تشوف انت هتشتغل في ايه، السوق طالب ايه، وبعدين تبدا ان انت تسال على تكلفه البذور كام، المصدر اللي انت هتجيب منه البذور، سعر ماكينه الاستخلاص للبذور. طبعا زي ما قلت لك في ماكينات باسعار مختلفه ومواصفات مختلفه وطاقات انتاجيه مختلفه. حاول تشوف انت هتشتغل في ايه، تعمل لنفسك دراسه جدوى، خد فيها وقتك، مش مشكله شهر او شهرين او ثلاثه، لكن تحسب التكلفه من الالف للياء وتعرف سعر المنتج النهائي كام بالنسبه للكيلو الواحد، وتقدر تحسب لنفسك ارباحك قد ايه. مشروع النهارده ان شاء الله من المشاريع الجيده والسهله التنفيذ، مش محتاجه خبره منك، ممكن تبدا لوحدك، ممكن تبدا مع شخص تاني، لكن المشروع مش محتاج منك لا مكان كبير ولا خط انتاج سعره عالي ولا عماله كتير ولا كهرباء كتيره، لكن كل ما في الامر انه البدايه بتكون باقل التكاليف. ده كان فيديو النهارده اعزائي المشاهدين، اتمنى ان احنا نكون شرحنا شرح وافي عن هذه الماكينه. اتمنى لحضراتكم دوام التوفيق ان شاء الله في حياتكم العمليه. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.